قصة بقى الخوف والرعب اللي عملوه لنا من نيجيريا. لا انا شايف والله منتخب نيجيريا في المتناول. يعني حتى مع غيابات فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي الايطالي، مع غياب ايمانويل دينيس، مع واتفورد واتفورد وشفنا وجاله عنده مشكله. بس احنا انا شايف ان موقف الشباب السعودي في موضوع اجاله مظبوط، والاتحاد النيجيري هو اللي غلطان. بعت متاخر هو المهله، وده اللي قاله رانيري على على ايمانويل دينيس. لكن موضوع ايمانويل دينيس غريب شويه في ايه؟ ان واتفورد كان موافق في الاول، اما بس الجواب جاله متاخر. ما هو كان موافق لما الجواب وصل، بعدها بيومين فجوه قالوا لهم لا احنا خلاص مش هنبعت اللاعب. فايمانويل دينيس قال لهم انا مش عايز اجي برضه كمان. ايمانويل دينيس لو كان طلع وقال انا عاوز اروح كان هيروح، كان زي ما حصل مع اسماعيل الصار. بيجد العذر للاعب يعني، بالظبط زي اسماعيل الصار لاعب واتفورد برضه السنغال، قالت ان احنا بعتنا بدري واللاعب عاوز يجي فوصل خلاص وانضم للمنتخب. طيب خليني بقى قول لي اللعيبه برضه بعيدا عن منتخب مصر، اللعيبه اللي انت شايفهم ممكن يلفتوا الانتباه. في سيريل بيلا في بوركينا فاسو اللي هو كان بيلعب في الداخليه، من لو حضرتك متذكر. طبعا سيريل دلوقتي محترف في اوروبا وعامل اداء كويس جدا. فانا متوقع برضو ان هو يكون من اللعيبه المميزين. في فينسنت ابو بكر طبعا في الكاميرون، ولاعب النصر السعودي، متوقع انه ممكن يكون من هدافين البطوله. في محمد بايو بيلعب في منتخب غينيا، مهاجم بتاع منتخب غينيا ممتاز جدا كابتن، ومتوقع برضو ان هو يكون مفاجاه للفرق او للمنتخبات. انا بقى اتمنى ان الفرق المصريه تتابع عن كسب مباراه منتخب جامبيا. ممكن يكون برضه حصان اسود، ممكن يكون حصان اسود هياخد ثالث في مجموعته مع مالي وتونس. انا اتمنى والله ممكن ياخد يعني مركز. اتمنى والله المنتخب مليان مواهب عظيمه جدا، وسعره ما يكون في متناول للفرق المصريه يعني. فانا صحيح بالظبط يعني. مواجهه علي معلول وديانج، هل اول ديانج حجز مكان اساسي في المنتخب المالي ولا لسه؟ هو احنا لحد دلوقتي مؤخرا يعني ما كانش بيلعب اساسي، لكن ممكن يعني. حتى انا كنت عامل حوار مع كنت بتكلم مع محمد ماجسوبا اللي هو مدير فني المنتخب المالي، اتكلم حلو قوي عن اليو ديانج واشاد بيه، وقال ان هو قال ان هو عاجبه ان هو بيتطور. وحتى انا لما قلت له طب هو الافضل ليه ان هو يحترف او يفضل في الاهلي، قال ان هو ما دام بيلعب اساسي في الاهلي فهو هيحصل له تطور، وان النادي كبير وسهل ان هو يتطور. فانا هو ليه لا ان ديانج ما يبداش في الاساسي. علي معلول هيبدا اساسي في تونس؟ هيبدا اساسي جاهز ما فيش. طيب مشكله مجموعه منتخب مصر شايف في المتناول ان احنا ان شاء الله نصعد في المركز الاول؟ ان شاء الله. انا متوقع ان شاء الله مصر تكسب الثلاث مباريات وتتاهل متصدر. نظام بقى الصعود واحتمالات المنافسه احكي لي شويه. احنا قلنا ان منتخب مصر لو تصدر هيلعب مع احتماليه ان هو يجي صاحب المركز الثالث في احد المجموعات، المجموعه الثانيه او الخامسه او السادسه. لو لا قدر الله صعدنا تاني حتى لو لعبت الجزائر برضو ما يعني، بس هي المشكله مش في الجزائر يعني. حتى لو عديت الجزائر انت القرعه مش هترحمك. انت بعد كده احتمال تواجه المغرب في الربع ربع النهائي، داخل بقى على سكه صعبه جدا يعني. واحتمال الجزائر صعب، المغرب صعب كده يعني. وفي نصف النهائي هتوصل للكاميرون. ان الكاميرون الوحيده، المنتخب الوحيد اللي طريقه سهل في القرعه. الوحيد اللي انا يعني ممكن تلاقي الكاميرون من بسهوله وصلت للنصف النهائي، وهتلاقي المنتخبات اللي لعبتها عن الكاميرون في دور ال 16 هتلعب مع، يعني لو تصدرت هتلعب مع توالت، ولو خدت المركز الثاني هتلعب مع اول في مجموعه بتاعت تونس اللي هي حاجه ممكن فبرضه في يعني 50-50. وبعد كده لو تاهلت ربع النهائي هتلعب توالت. فالموضوع شكله كده ان احنا ايه، لو دخلنا المرحله ان احنا نبقى تاني مش بنتكلم عن الجزائر، لكن المهمه هتبقى صعبه شويه وتبقى مرهقه شويه لمنتخب مصر. ايه اللي ممكن يخوفك على المنتخب؟ ان اللعيبه ما تكونش قد الحدث. معقوله يا محمد؟ يعني معقوله الدنيا كلها مستنيه ومصر كلها مستنيه واللعيبه ما يكونوش على قد الحدث؟ وبتكلم على صلاح، وبتكلم على تريزيجيه، وبتكلم على مصطفى محمد، وبتكلم على الشناوي وحجازي والونش والنني يعني ما اعتقدش يعني. انا عايز اقول لك حاجه، انا ممكن يكون تصريح كيروش بيرفع الضغط عن اللعيبه، لكن هو التصريح نفسه ان انا مش مطلوب مني ان انا اكون او اكسب كاس افريقيا ده ما عجبنيش بصراحه. ما عجبش حد خالص، وهم بيعالجوا فيه بقالهم 3 ايام. انت منتخب مصر حتى لو هو هتلعب بمنتخب الناشئين وهتلعب في كاس افريقيا بمنتخب الناشئين، انت لازم تكون مرشح اول ان انت تاخد البطوله. لازم منتخب الناشئين دي انا حرمت من المشاركه في كاس افريقيا 90 بعد ما تاهلنا، لان الكابتن جوهري فضل ان احنا نستعد لكاس العالم بمعسكر في انجلترا، ما رحناش وراح بالمنتخب الثاني. مش منتخب الناشئين، منتخب ثاني كان فيه نجوم زي ثابت البطل واسماء كثيره جدا كانت موجوده يعني،
وجي منها ناس معانا على كاس العالم بس ده حرمنا. فاحيانا في فرق ما بتبقاش موجوده لكن كل الفرق موجوده دلوقتي بالطاقم الاساسي يعني. بالظبط. فانا شايف ان لو اللعيبه ما يعني الحاجه الوحيده اللي تخوفني من اللعيبه من منتخب مصر ان اللعيبه ما تبقاش حاسه بالمسؤوليه. لكن انا واثق حاسين انا واثق ان هم يكونوا ان شاء الله يكونوا خايفين شويه ما يكونوش في فورمتهم التوفيق ما يكونش معاهم. انا بالنسبه لي اقل تقدير انا متوقع مصر يكون في السيمي فاينل. في السيمي فاينل على اقل يعني تقدير. وانا حاطط يلا قول كده التوقع البطل. يلا يا باشا. جزائر مصر سنغال مغرب بالترتيب. جزائر مصر سنغال مغرب بالترتيب. بس انت قلت الحصان الاسود ممكن يكون مالي. ممكن يكون مالي ممكن توصل نص نهائي تاخد مركز ثالث احتمال. لكن ان انا ما اتوقعش ان يوصلوا فاينل. كاميرون شايف انه صعب ياخد البطوله. كاميرون نفسها ما عندهاش النجم اللي المنتخب يتبنى عليه. يعني احنا شايفين الجزائر عندهم رياض محرز عندهم يوسف بلايلة بغداد. منتخب مصر فيه محمد صلاح تريزيجيه عمر مرموش مصطفى محمد. احنا شايفين ان كل منتخب فيه نجم كبير. لكن الكاميرون وكوتيفوار تحديدا منتخبين كوتيفوار اعادل بناء من جديد. هم عندهم سيبستان هالر اللي هو مهاجم بتاع اياكس لو هداف دوري ابطال اوروبا. لكن برضه لسه مش المنتخب اللي احنا نقول ان هو هيبقى. ممكن اسالك على منتخبين ثلاثه. غانا في مرحله انتقاليه والاتحاد الغاني افسد المرحله الانتقاليه كمان. لما انت عارف انت الفتره اللي هي بتبقى المنتخبات فاضيه من مرحله ان انت عندك ازدهار وبعد كده. فانت اهم حاجه في الوقت ده ان انت بيبقى عندك لسه لعيبه شباب جديده. فانت محتاج مدرب كبير يقود المنتخب ويقدر يبني اللعيبه دي. لكن كنا بنشوف كان كل شهر غانا بتغير مدرب محلي. فالموضوع اللي خلى ان غانا بس هو عاد للمدرب الاجنبي والمدرب الاجنبي ميليفان راجيفاك اللي وصل معاهم في كاس العالم لدور ربع نهائي 2010 كان قادر انه يوصل لنص النهائي ضد الاوروغواي. لكن برضه لسه غانا مش مستقر خالص. بوركينا مع مدرب ممتاز جدا ومحلي وكامو مالو ارهقوا الجزائر في تصفيات كاس العالم تعادلوا مرتين و2-2 في الجزائر. وعايز اقول لك بوركينا من اقوى المنتخبات البدنيه في البطوله. وفي كاس الامم 2017 احنا كسبناها بالعافيه. بالظبط منتخب بدني قوي جدا. وعندهم بيرتاند تراوري لاعب استون فيلا. وزي ما قلت لحضرتك سيريل بيالا اللي هو بيلعب في اوروبا كان في الداخليه وايريك تراوري بتاع بيراميدز. فالمنتخب بوركينا برده ممكن يوصل ربع نهائي مثلا. قول لي تشكيله متوقعه لمنتخبنا الوطني. محمد الشناوي يلا. اكرم توفيق احمد حجازي والونش واحمد فتوح في نص الملعب. طبعا مع لسه مش عارفين السولية يكون جاهز ولا لا. فانا لا لسه اول ماتش بره. طب يبقى نقول محمد النني وحمدي فتحي عبد الله السعيد محمد صلاح عمر مرموش عشان تريزيجيه برضو لسه الامور مش واضحه بالنسبه له ومصطفى محمد. طب دي في خطه 4-2-3-1 ولا 4-3-3؟ 4-3-3 احنا عبد الله السعيد شفناه حتى مع كيروش لما كان في الماتشات اللي هي بتاعت تصفيات كاس العالم ما كانش بيعتمد عليه كصانع لعب صريح. كان بيبقى ثالث في نص الملعب.